السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة بريكولاج شمارة. حنا اليوم مستضيفين ان شاء الله عند الاخ طارق. اللي بغي يجي عند الاخ طارق مرحبا. معنا الثلاجة ال جي لامارك لينيير انفرتر، معروفة في السوق. انفرتر لينيير اليوم عنده واحد المشكل ديال الموتور، غنعرفوه مع الاخ طارق. الاخ طارق السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شنو المشكل اخاي ديال هاد المشكل ديال هادي اخاي؟ جبنا من عند كليان، ما الموتور فيها مشكل ديال الموتور. كيما كتشوفوا لا كارت كتسيني لينا ثلاثه ديال المرات. لا كارت كتسيني ثلاث مرات، يعني راه موتور، دليل ان الموتور فيه مشكل ما خدامش. حنا غنديروا واحد التجربه، غنركبوا له موتور اخر وغنشوفوا داك السينيار واش غيبقى ولا لا. غنركبوا موتور نفس الريفيرونس ال جي اف ام. غنطرقوا لهذا الموضوع ديال لا مارك ال جي لينياف، الماطر ديالها كاملين ان شاء الله في فيديوهات اخرين. من بعد ما بدلنا المحرك، شنو بالك السي طارق؟ من بعد ما بدلنا المحرك ما البلاكه ما بقاش تسينيالي، انتما كتشوفوا بقاش تعطينا لا حتى شي حاجه. ولكن حنا غندير واحد التجربه وحده اخرى، غادي نزيرو هذا الموتور شويه في لا بريسيون ديالو كما لاحظتوا، نزيروه وغادي تشعل لينا ديك البوله. انتما كل ما زير الروف والمو كل ما طلعت الفولطيه. هنا الموتور سكت، انا غنشوفو غيعاود يديماري. ها هو هنا الموتور دير امارش، الفولطيه واصله. ها هو ديمار الموتور، هنا راه دير امارش، الفولطيه واصله. انا ما كاينش لا كارت كتقول لك ما كاين شي ديفو، لا كارت مزيانه هنايا. ما كتشوف الفولطيه، خليها طارق نشوفوا الفولطيه العاديه اللي غيبقى يمشي بها. كما كتشوفوا هذه الفولطيه كيبدا تقريبا ب 45 فولت لينياف. كتلاحظ ان الصوت ديالو كيتزاد. الصوت ديالو كيتزاد، يعني باش يوصل الفيتاس الاخر، باش يوصل الفيتاس ماكسيمو ديالو. ومعنا محمد الرباطي، هو معنا في الصوره، غني عن التعريف. محمد الرباطي الغني عن التعريف، مدينه الرباط. الصدفه خير من الف ميعاد كما تيقولوا. كما كتشوفوا الفولطيه وصلت 107 فولت تقريبا اقصى حد ديال. لا كتصل كلما البريسيون كبرات، على حساب حين دابا هو خاوي، حيت خاوي 100 فولت. كيتزاد الكومبريسيون تيقدر يوصل حتى ل 220 فولت. هنا ان شاء الله دابا غادي نركبوا هذا الموتور هذا، وغادي الفيديو الثاني ان شاء الله غادي يكون على لي زيرور ديال الثلاجه هادي، من لا سوند، من الفرفاره، من البوسيوميتر، جميع المكونات ديالها ان شاء الله. دابا كيما شفنا الفيديو الاول، شفنا على هذا الكومبريسور ديال ال جي، شفنا انه تيعطينا وتقريبا يقدر يعطيك جوج ايرورات هنا حيت هاد البلاك هادي فيها جوج ديال ليليد، ليليد الاولى حمراء وليليد الثانيه خضراء. هاد ليليد الاولى الحمراء يمكن ليها تكليونطي ثلاث مرات، يمكن ليها تكليونطي جوج ديال المرات، هذا كيعني اننا عندنا مشكل ديال المحرك. كما كتشوفوا الفولطيه بقى ثابته في 107 فولت، لان الكومبريسور ما راكبش في الثلاجه، يقدر يوصل حتى 220 فولت. كلما كان الكومبريسيون كلما تزادت الفولطيه. الاخ طارق ورك لينا على الروف والمو باش نشوفو. ها هي الفولطيه تطلع كما تشوفو، ها
كما كتشوفوا تصلت الفوطيه حتى ل 220 فولت. امور راك تيطفى هنا يقترط لنا ايرور. نشوفوا 150 طلق طارق. هنا الكومبريسور خدام مزيان. الفيديو الثاني ان شاء الله كما قلنا لكم غنديرو على لي زيرور اللي كطلع لنا الثلاجه. لي زيرور اللي كطلع لنا الثلاجه لينيير انفرتر. كنشكروا الاخ طارق، كنشكروا الاخ طارق بزاف على هاد المجهودات اللي دار معنا، انه عيط لينا وجينا شفنا هاد الثلاجه ال جي لينيير ودرنا معاه فيديو. وتحياتي للجميع. هذا هو الفيديو الاول اللي كان على الثلاجه هذه. الفيديو الثاني ان شاء الله غنديروه على لي سونت ديالها وعلى الفرفاره وعلى الفونتيلو وعلى جميع الاخطاء ديال الثلاجه هذه. وشكرا والسلام عليكم.